هلا حبايب، شلونكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله اليوم حناخذ موضوع الشير ديزاين او الاستيراب مثل ما نسميها دائما، يعني للبيم التسميه المحليه اللي دائما نسميها، مش نقول الاتاري الاتريه. شو راح نصمم الاتاري؟ طبعا اول شيء من يكون هذا الموضوع يقول لك ديزاين فور شير، فور اكزامبل فور شير، انت تيجي ببالك انه قطر التسليح لو 8 ملي او بال10 ما حيقبل. شو المطلوب مالتك حيكون؟ يطلب منك الاس، السبيسنج، مسافات بين اتار واتاري، فعندك انت السبيسنج. زين، شو الاتاري اصلا؟ اذا اخذنا هذا الجسم اللي هو السملي سبورتد بيم، وجينا قلنا هنا هنج، هنا رولر، وسلطنا عليه حمل اعتيادي اللي هو خلينا نقول دبليو التيميت منتشر على كل الجسم، راح نرجع راح نرسم له. طبعا تحفظون الرياكشن مالته، الرياكشن مالته يساوي دبليو ار على 2. فالمهم راح نرسم له شير فورس دايجرام، فحيصعد وينزل بهالطريقه. فيجي وش يقولون؟ يقولون كالاتي، انت لازم تخلي هذا، كان التسليح الفوق، هذا التسليح الجو، فلازم تخلي شنو؟ اتاري، اتاري حتى يمنع الكراك اللي ينتج من القص. يمنع شنو؟ يمنع، خلينا نقول يمنع الكراك، التشققات. ليش؟ هيصير عندك كراك بهالطريقه، باور، شوف شو هيصير باور بهالطريقه هنا بزاويه 45 مليون من السبورت، فيها اخطر منطقه بالبيم. بالنص هيصير فلكسور، ما لك علاقه بيه، مال البين اللي يشيله. فكشير انت تخلي اتاري حتى شو يصير عندك؟ يصير عندك سبيس، تمام؟ فانت لما تريد سبيس بين اتار واتار، يعني الخطوط السود بين شو المسافات اس، حتى تجي بالاخير تقول للحداد استخدم فاي 10، يعني قطر التسليح عشرات لكل مثلا 200 ملم او 250 ملم. فيوزع ايش؟ طبعا شلون يوزع؟ حيوزع بهالطريقه، اذا كان السنتر لاين مال بي يم المساند يكثف، يخلي مثلا 200 ملي، بس بعدين مسافه الاخر نقول 300 ملي حتى يصير موضوع اقتصادي. ليش؟ لان الشير ده ينزل هنا اعظم ما يمكنه ينزل. حلو؟ فهذه الفلسفه مال الموضوع او بدايه الموضوع. راح اشرح شيء هسه، هي دائما احنا نصمم على قوه القص في يو ات مسافه دي، يعني مسافه دي من وجه المسند، يعني ما نصمم على الرياكشن هنا، هذا اعظم ما يمكن هو الرياكشن نفسه، لا، نصمم على هذا القيمه. شلون حنطلعها؟ شلون حنحسبها؟ شنو الدي؟ تعال نتعلم هالكم دقيقه، لان وراء الحل حيكون كله بروسيجر، وانا كاتب لكم اياه كخطوات حل ثابته. فتعال اول شيء نقول شنو الدي؟ الدي هو تعريفه، الدي هو افكتيف ديبث، العمق الفعال. افكتيف ديبث. شلون نحسبه؟ اذا اجى هيك تسليح سملي سبورت، يعني تسليح اللي جوا في البعد من سنتر الحديد للاعلى، هذا هو الدي. اتمنى واضح. واذا اجى كانتليفر من فوق واحنا نازلين، هذا الدي. اذا ما انطاني اياه، انطاني هيك سؤال، قال لك يابا هذا وهذا الاتاري مالتك، وهذا بي تسليح، وانت طلع الدي، شو نقول؟ نقول منا لهنا كلها هي اتش، فنقول الدي يساوي اتش ماينس كفر حافظي قد 40 ماينس قطر الاتاري فاي اتاري ماينس نص الشيش على 2. اوكي اوكي، اذا ما انطاني هو الدي، واذا كان طبقتين التسليح يقول له ماينس قطر ماينس بيسك. اوكي، فالدي جدا جدا مهم، واضح؟ بعد شلون تجيب الفي يو اد دي؟ العد نجي ناخذ ابسط مثال، عندي هذا هنج، هذا رولر، راح نشتغل يم القانون ونحافظ على طول الملزمه، بس خاف حالات خاصه اطبق اللي راح اسويه هسه قدامك. باع وياي، اولا مثلا نقول الوزن يساوي 10 والال يساوي 6، اول ما تطلع الرياكشن، الرياكشن مال هاي الحاله مال سملي سبورت كل الجسم دبليو ار على 2، فطلعنا الرياكشن، فالار يساوي دبليو 10 في 6 على 2 فيطلع 30، فهذا الار 30. ليكن الدي كان هنا اطلع 500 ملي. دائما بهالخطوه ايش نحول الدي بعقلنا؟ للمتر، دائما وابدا. ايش قد نمشي مسافه؟ نمشي من وجه المسند ايش قد؟ نص متر اللي هي دي اللي هي 500 ملي، ونقص الجسم. شلون الاستراكشر؟ فيجينا قصينا الجسم. ايش قد الرياكشن هنا؟ الار 30. ايش قد المسافه من القطع؟ دي اللي هي 0.5، وايش قد هذا المنتشر اللي هو 10. زين، ايش يطلع لك بالقص؟ طلع لنا فيو، شو اسمي خلي مهدي،
اذا تريد بدون ما تحفظ القانون تقول summation of y يساوي صفر، شلون structure؟ فالرياكشن صاعد ماينس دبليو مركز، فاقول دبليو في دي سالب في يو يساوي صفر. فاذا ارتب القانون قبل شو اسوي عندنا ويتش ان ياكو ويتش اسئله، اقول بدون اف واي هاي عبر هذا اليسار راح يطلع هذا القانون عندك، دائما الرياكشن ناقص دبليو في الدي، مع مراعاه لازم الدي يتحول للمتر، يعني الار ايش قد 30 الدبليو ايش قد 10 وايش قد الدي نصف، فيطلع هذا الفي يو دي ايش قد 25. اوكي، فالطريقة انه تطلع رياكشنات وتقص على مسافة دي من وجه المسند دائما. اوكي، فد مثال ثاني حتى شنو نقدر نفوت الاسئلة. جاكي السؤال مثلا هذا كانتليفر وعليه شنو منتشر، هم دبلي التميت خلينا نقول 10 لسوة الحسابات، هاي 2 متر، دائما الكانتليفر شلون يطلع الرياكشنات؟ نقسم على 2 يعني نقول دبليو في ال بس. حلو، وراح شو تقول في يو مالتك؟ الرياكشن طلعنا ماينس دبليو التميت في دي. بيرفكت، نفس القانون نفس السؤال اذا اجاك هيتش باو، يعني اسف سوري كانتليفر مثلا اجاك هذا بس شنو بيباعه؟ صاحبي منتشر دبليو التميت بس بيها المره خليت لك مركز هنا مع وياي، تعرفون انتم الرياكشن يساوي الدبليو في ال المنتشر بس اضيف للبي التميت بدون شنو؟ بدون ما اضل في مسافه، هذا رياكشن مو عزم، فالفي يو شو يساوي؟ ايضا رياكشن طلعنا ماينس دبليو التميت في دي. عشان دا اجيب هالقانون من قطع وش اسوي؟ يا سمنيشن اف واي، فهاي خلاصه الكلام اخوان. تمام، فالمطلب الاساسي هو السبيسنج وهالاشياء اساسيه. فبسم الله نشرح لك شلون الطريقه، طبينا بخطوات الحل، تعال نشرح خطوات الحل شوي شوي. اول خطوه اطلع الحبل المنتشر الالتيميت، يعني تقول 1.2 في الديد زائد 1.6 في اللايف، واذا كان نقوم مركز ايضا تركز المركز 1.2 في بي ديد زائد 1.6 في بي لايف، فلازم تفكترها. الدبليو ديد اخاف مرات ما يقول لك كل هذا، فبي وزن الاثاث وبي شنو السيل ويت يعني الجسم نفسه. الخطوه الثانيه اللي سويناها استوى لكم كلش مهمه اللي هي الفي يو دي، فالفي يو دي طلعنا المسلط عم نسوي لك نفس الشيء هنا. طبعا ها شنو هذا الدوخ دبليو ار على 2 هذا الار. الخطوه الثالثه شوف الكونكريت قابليه تحمل الكونكريت الفاي في سي، فالقانون مالتك الفاي او 75 البي دبليو بالقانون هو عرض الجسم مال ويب، فهذا بي دبليو. اذا جاك تي سكشن يا هو الدبليو اكيد الجوه، اذا اجاك 2 دبل يا هن تاخذ هذا وهذا، فاذا كان هذا 200 وهذا 200 فايش قد يصير بي دبليو بالقانون؟ 400 رجاء. واضح ولا مو واضح؟ تمام، فالخطوة الأولى خلينا نقول صورة عامة هي الـ VUD القوة المسلطة، القوة اللي وراها 5V Concrete. انتبهوا وياي حاليا هنا، أنت مو جبت الخطوة رقم واحد الـ VU Ultimate يعني المسلط، فجبنا الـ VUD وشو جبنا الخطوة الثانية الـ 5V Concrete، راح يصير الحل ثلاث كيسات، الكيس الأولى الكيس الثانية والكيس الثالثة، مو دائما تحلهم كلهم، لا اسمع وياي. الكيس الاولى من الفي يو مسلط اكبر من 5 في كونكريت، فخطوات ثابته تطلع بيها سبيسنج. الفي يو المره الاخيره تصير هي اصغر من 5 في كونكريت بس اكبر من نص ال 5 في كونكريت، احنا نسلح بالاس ماكسيموم بس. والاخيره لما الفي يو مسلط هي اصغر من نص الكونكريت ما تسلح اصلا، تقول له نو نيد فور ستيرو، ما تحتاج. حلو، فلما نجي هنا شو نقول له؟ نقول له يابا لما انت سويت الخطوه الثالثه، الرابعه شو هتنقص الخطوه الرابعه؟ اي وبي وسي. خطوه اي الخطوه العامه ان المسلط الفي يو دي اكبر من الكونكريت، فتسوي هالخطوات 1 2 3 خلينا نقول 4 تختار الاقل، يعني شنو؟ تجيب انت مو المسلط ما كافي للكونكريت، الفرق بيناتهم تطرحهم يطلع لك 5 في اس قوه الاتاري. قوة الاتاري تفوت هذا القانون شو يطلع لك؟ السبيسنج مال الاتاري مع مراعاة شنو الاي في؟ مساحة شيشين، يعني شنو؟ الاريا في يساوي 2 في مساحة الشيش، يعني باي على 4 قطر الاتاري تربيع. رجاء كاتب لك اياها هنا ال 5 في اس موجودة وراها، انت مطلعة اس، هذا الاس مال من؟ مالتك، لازم تشوف الاس مال الكود. فاكو شيء اسمه اس ماكسيموم، اس ماكسيموم بيسيته من القانون، لو السيت الاول لو السيت الثاني يعتمد على شنو؟ اذا ال 5 في اس اصغر من هذا القيمه لو اكبر من هذا القيمه. اذا ال 5 في اس اصغر تقول لو دي على 2 لو اس 100 او اكبر الثاني 3 اي في
في اي اف واي على بي دبليو يعني ذات. اوكي فبالاخير راح اطلع اس ثيورتيكال واس ماكسيمم دائما بالسبيس ايش اختار؟ دائما اختار اقل شيء. فهاي الحال العام اللي دائما تجي اعيد لك اياها بكل بساطه انه انا ايش اقول؟ اقول اول شيء ان طلعت الفي المسلط اكبر اكبر منين؟ من القابليه الكونكريت. فهذا مو صحيح، لازم اخلي اضيف اتاري. شلون اضيف اتاري؟ اطرح اول شيء اطرح المسلط منين؟ من الكونكريت. فحيطلع لي 5S وراح اطلع سبيسنج. هذا سبيسنج نتيجه ال 5S القوه، لازم اطلع سبيسنج مال كود حتى اختار لقب بيناتهم. اوكي اخواني؟ ثلاث اربع بلا لما قلنا من المسلط يكون اصغر من الكونكريت بس هو اكبر من نص الكونكريت، تاخذ بس شنو الاس ماكسيموم، تطبق ثلاث حالات او ثلاث قوانين تختار الاقل. والاخيره قلنا شنو؟ ما يحتاج تسريع. ليش؟ لان اصلا ماكو قوه مسلطه قويه. تعال ناخذ هذه الخطوات نطبق على امثله حتى نفتهم كلش كل الزين. واضح اخواني؟ اخواني هذا السؤال مثلا، هذا موجود نفسه هوم وورك وجايب الفاينل بس بدون رسم، احنا ما يخالف ناخذه ونحله ونشوف شنو الوضع مالته. السمي سبورتد ريكتانجل بيم قصده الهنج رولر، التميت لود قصده دبليو التميت، فماكو داعي نسوي 1.2 ديد و1 مونستر لايف كامل. احسب ريكوايرد سبيسنج مثل ما قلت لكم دائما شيء يريد الاس فور 10 ملي، فطاق قطر الاتاري، فهذا قطر الاتاري. فقبل انت بالحسابات قول يابا المساحه مال في شي يساوي 2 في قطر الشيش او في مساحه الشيش في 8 تربيع حتى تخلص من اي بي او تريدها بالحال تطبقها. اف برايم سي اف واي مطيك هذا العرض مال الجسم بي دبليو والبعد من سنتر الحديد للاعلى هو دي. فاول شيء شو نقول؟ نقول يابا الدبليو التميت مطيني اياه. ثانيا مثل ما علمتك الفي هو الار ماينس دبليو في دي، الار هو دبليو في ال على 2 هذا دبليو هذا ال على 2 ماينس دبليو التميت في الدي. انتبه الدي هي مو 530 متر ملي، احنا سويناها 0.53 متر رجاء رجاء. فطلع المسلط 284. جينا طبقنا قانون 5 دي كونكريت مثل ما تلاحظون كله بالملي، هذا بالملي ايضا، فطلع 105. فهسه شوفوا الفي يو دي اكبر فهي حاله 4 اي، لا تكتبها للدكتور هاي بيناتنا عيشتها بسيط من يمي، فهي الحاله الاولى. اوكي فاجي الحاله الاولى بكل بساطه اقول يابا احتاج اجيب 5S فرق بيناتهم، اجيب اس ثيوريتيكال بس شو اطبقه؟ تعال ال 5.75 اتفقنا. الاي بي هي شنو قلنا؟ 2 في مساحه الاتاري، يعني 5 تربيع 5 الاتاري تربيع. فنشوف شلون 2 في مساحه الاتاري اف واي ودي موجود انتبه هنا 10 اس 3 للتحويل. حلو فطلع اس ثيوريتيكال مال من هذا مال نتيجه شنو؟ نتيجه الاتاري، نتيجه القوه مال الاتاري. اجيب 5VS او اجيب اسف الاس ماكسيموم، اجيب 5VS واقارن هذا البارت، ما دام طلعت اقل استخدم دي على 2 او 600 يوم على الاقل. صار عندي 2 اسات، اس ثيوريتيكال 146 واس الماكسيموم 200 اختار الاقل، بس بالعمل ما نكتب 140 ايش تكتب 140؟ نكتب 140 ليش؟ لان الحداد ما نريده، يعني هو 14 سنتي من 140 يا دوب يضبطها. هذا الحل بعد بينقص بسيط، شو تقول للدكتور؟ فوت ترسم لي جوا، شو تقول له؟ قول يابا انت مثلا اول مسافه دي وشويه فوقها، وهنا دي يعني مسافه دي اللي هي الاوب وان سمثين، استخدم على 140 سبيسنج اللي هو هذا. بس شويه ما تمشي مسافه لحد النص استخدم يا اس اس ماكسيموم، اذا تريد يعني تفصلها للدكتور اكثر. فدائما احنا على مسافه دي من وجه المسند وشويه وراها نستخدم يا هو الكريتيكال اللي هو الاس طلع نتيجه البي يو دي. باقي المسافات شويه نقلل نبدي بس فيها تفصيل بس ما ادوقكم به. اوكي اخوان؟ فالطريقه جدا سهله وخطوات ثابته، نعيدها. اجاك هذا السؤال يقول لك فور سكشن 1 فور بيم اذا كانت الالتيميت فورس، فهذا مطيك الفيو يعني لا تقص ولا هذا اللي اكل شيء، مطيك قبل المسلط. اف رايم سي هل جيت اف وايل جيت ار ستير اب ريكوايرد، هل احتاج اتاري؟ اذا احتاجيت صمم لي اتاري بالعشره، ايش مطيك؟ العرض اخذ هذا، يعني اذا اعطاك هذا الفوق الف شاخذ اني الجو البي دبليو ما اخذ الفوق. والدي من نص لهنا، فنجي الفيو مطيك اياها، جبت ال 5 في كونكريت بعد ما حافظ القانون 5 في 1 على 6 في جذر اف برايم سي في بي دبليو في دي في 10 سالب 3. فالمهم طلعت ال 5 في كونكريت اكبر، فايش قلنا؟ هي الفيو 62 اصغر من 77 بس هي اكيد اكبر من 77 على 2،
فش استخدم يا تسليح المينيموم يا هو المينيموم، يعني اكس اس ماكسيموم اطبق ثلاث قوانين وش اختار من يمهن يا رقم الاقل ينتهي الحل. شنو رايك كذا يجيك السؤال؟ يعني مو دائما يجيك تلاقي سايا حاله هاي، اذا اجينا البروسيجر رجعنا 4 بي عادي ممكن قبلها 4 اي، وين المشكله اخواني؟ ها واضح ان شاء الله الوراها نفس الحل ولكن شكل الجسم تغير. شو هسه شرحت لكم، فتعالوا ناخذ هذا السؤال على صفحه بس اريد البدايه اسوي لكم اياها، يعني شلون نبدا بالحل، لان باقي الخطوات ايش بيها اخوان؟ واضحه باقي الخطوات نفس اي سؤال ثاني حيصير، خطوات بروسيجر تمشي عليه، ولكن شلون تجيب الباقيات؟ احنا ذلنا حيتلاعب بين الدكتور. فش يقول؟ يوز ستيرب ابو 12 قطرة الستيرب هالقد، فنقول له قبل الاي في هي شي يساوي 2 في المساحة، ف2 في مساحة الشيش. صمم هذا، اذا استخدم صمم لي اياه، تعالوا هنا منطق دبلي التميت، منطق المنتشر ديت والمركز لا، فش نقول له؟ نقول اول شيء الحمل المنتشر الدبلي هو 1.2 في دبلي ديت زائد 1.6 في دبلي لايف، يعني وين داحت بس على المنتشر او في المركز؟ بس على المنتشر، تعالوا يا دبلي التميت 1.2 في ايش قد دبليو دي 43. المنتشر هذا منتشر بي لايف، لو بس ديد المنتشر بس ديد فش تقول صفر، يطلع عندك المنتشر التيميت هيطلع 52.5. زين ارجع المركز البي التيميت هم يساوي 1.2 بي ديد زائد 1.6 بي لايف، فالبي التيميت يساوي هذا المركز شنو بي ال يعني بي لايف، فماكو بي ديت زائد 1.6 في 9. هذا السؤال هو جاب الفاينل حرامات تبوله. فهمت اخواني انه اكو فاكتره، شنو قصد الفاكتره؟ قصد اضرب الاحمال الميته في 1.2 والاحمال الحيه في 1.6، هسه طلع 100 وش قد 100 خلينا نقول 53، هذا طلع عندنا عادي. بس انا شنو قصدي؟ انت الديد لود المنتشر بس المنتشر دبليو ديد اللي هو كيلونيوتن على متر بس ديد، فاستخدم بس الديد فاللايف اصفره. صح اكو لايف بس هذا مركز فاسوي فاكتره بس للمركز، فالسؤال تحول من هيك تحول هسه الى هيك باع وياي. الى بالاحمر هذا دبليو التميت يعني حمل اعظم تصميمي ديزاين لود، والمركز صار مركز بي التميت ايش قد؟ 153. وش قد هذا من هنا؟ 4.37. تعالوا شو طلعنا الرياكشن هنا؟ تجمع القوى يعني سميشن اوف واي دبليو لازم اركزه، فاقول دبليو في الطول زائد بي التميت. شو نطلع الفي يو دي؟ تقول الار طلعته ماينس دبليو التميت في دي. هذن اهم خطوات، الباقي لا خطوات ثابته، يعني شنو المشكله بيها؟ ما بيها اي مشكله. تعال شوف، فاول ما اجيت بعد سويت للمنتشر هذا فاكترت بس المنتشر اللي هو الدبليو ديت، وبعدين جيت فاكترت البي لايف، فصار السؤال مثل ما فهمت طلعت الرياكشن وراها طلعت من هذا القانون البي يو دي. شو نسوي وراها؟ يلا حافظين، يلا نحفظ القانون فاي 1/6 جذر اف برايم سي بي دبليو في دي. طلعت المصله 300 والقابليه 139 ما يكفي، فياك كيس هاي 4 اي سوي الخطوات نفسها اللي علمتك اياها، يا هي 5 اس الاس مال اتاري والاس ماكسيموم ينتهي كل شيء. اختار الاقل بيناتها، تريد شويه حل خلي ارسم لي جوا. ها اخواني شلون المعلومه؟ تمام؟ ماكو مشكله؟ زين. هل لسه صارت ملل؟ لا، الدكتور ايش يسوي؟ يقول لك يابا احنا هذا كله تصميم، اذا نطيتك السبيسنج وش اريد من يمك؟ انا اريد من يمك القوه المسلطه، شو راح تسوي؟ ها واضح ولا مو واضح؟ يعني السؤال خليك احكي لكم اياه، خلينا نقول جاي بالعكس، انه انا اعطيك المسافات الاتاري ومكمل لك كل شيء بالشريه يمك القوه المسلطه الخارجيه، هذا نسميه تحليل. ما بي بروسيجر، لان شنو بروسيجر؟ قانون واحد، تعال اشرح لك اياه، هو السؤال ايضا محلول حتى تفهمه، بسم الله. ايش حقول؟ يقول لك اف برايم سي اف واي والديد لود انت 50 والسيل ويت يعني وين السيل ويت؟ احسب قيمه اللايف لود، اذا علمت هذا 350 بي دبليو هذا دي هذا شو الطاق؟ الطاق فاي 10 بابا عشان جار لك سهم بالاتاري هذا فاي 10 ات 300 شو الطاق لو لا؟ هذا الطاق القطر ما دام القطر الطاق هاي شو الطاق بدون ما يدري الاي في ليش يساوي الاي في؟ قلنا 2 في باي على 4 قطر التسليح تربيع يعني 10 تربيع هذا شو الطاق السبيسنج
شوف شو شيء هو يريد المسلط. راح أبدأ بالعكس يعني شلون أقول الفيو الكلية ما يساوي قوة الكونكريت زائد قوة الأتاري. حلو، قوة الكونكريت منين تجيبها؟ واحد فاي في واحد على ستة في جذر اف برايم سي في بي دبليو في دي في 10 سالب 3. زين منين تجيب فاي في اس؟ تعلمك من الساعة علمت قانون الاس يساوي فاي اي في اف واي في الدي على فاي في اس، غير بياناتهم. اسف كان هيك القانون هذا، اسف حتى بالعكس انا مو كان هذا القانون بالضبط السبيسنج هذا 5S جو ولا غير شو حيصير ال 5S شو يساوي؟ ال 5.75 اي في قلنا مساحة هذا في 2 في اف واي في الدي في شنو؟ في اس اضرب بالاخير في 10 سالب 3 يعني الاس اعطاك اياه راح تطلع لنا قوة تجمعهم وش يعطيك المسلط وخطوة تشوفها بالحل. فلما يريد التحليل دائما شو نطبق؟ دائما نطبق هذا القانون السهل. يا هو القانون السهل حكت في المرة الأخيرة طبق المسلط الكلي منين جاي؟ في المسلط الكلي الفيو الكلية منين جاي؟ قوة الكونكريت زائد يا قوة الأتاري حتى الكل يكون واضح. ايش تطبق هنا؟ فاي ها رد لي صح لا لا بي دبليو تايمز دي وكلها تنسى 10 سالب 3 التحويل. هذا منين نجيبه؟ 5 في اس قلنا اي في فاي اوف واي دي على سبيسنج تنزل تضرب في 10 سالب 3 خطوه وراها تسويها انا وياك. فبسم الله اجيت اعطى هالجيت وطلب البي سوينا اول شيء كتبنا القانون العام اجينا طبقنا قانون الكونكريت وراها طبقنا قانون 5 في اس اجمعهم صار عندك المسلط الكلي. انتبهوا يا عيال صار عندك المسلط الكلي 232 اوكي لا مو اوكي شو راح نكمل حل؟ هسه احنا ما طلعنا المسلط ما طلعنا القوة الخارجية طلعنا بس الفيو. تعالوا الفيو ايش قد صارت الكلية؟ خلينا ننقلها انا وياكم. صارت الكلية حلوين صارت 232 ها 200 شباب مو قبل كنا ايش سوينا وياكم نقول هذا رياكشن ونقص على مسافة دي ولا تعال نسويه بالعكس يعني شلون؟ الرياكشن شو يساوي؟ دبليو ال على 2 مال منتشر زائد بي ال على 2 هذا مال مركز. جزء غلطان هنا بكل مجامع بيال على 2 إلى عوام سويها صح سوري عشت الدنيا. فشباب فهذا الرياكشن زين هسه ما حطول عليك هسه الرياكشن اعتبر هذا 50 جاهز بدون ما تفكتره بس ولا عندي يد راح نضربه في 1.6 1.2 يصير 60. المهم باعوا يعني تخيل انت وش عندك الفيو يساوي الرياكشن ماينس دبليو في الدي لو لا ردوا ياي تعال الفيو صار عندك معلوم 232 وش قد الرياكشن؟ هذا نقله دبليو ار على 2 دبليو يقول بعد ما تفكتر يصير دبليو التيميت يصير 60 في الطول 6 على 2 زائد الرياكشن. شنو الرياكشن؟ قلنا بي بي تكمل الرياكشن صح ولا لا؟ بي ال اريد انا على 2 بي 2 لايف لو ضربت في 1.6 كل هذا ماينس دبليو التيميت 60 في الدي ايش قد الدي؟ 635 ايش قد قلنا؟ 0.635 يوم شو حيبقى عندك هذا السؤال؟ فقط البي لايف لو. فبالعرب انت تحل بالعكس اول شيء طلع الفيو منين يا قانون طلعها من تجمع الكونكريت ويا الستيراب يعني 5 في كونكريت ويا 5 في اس ترجع بالعكس تقص وتطلع المعادله مالتك هاي اللي مرتين وحفظتك اياها بالاشتقاق بس شنو يصير عندك هذا المعلومه هنا والمجهول يصير ضمن الرياكشن. شنو رايكم؟ ماكو مشكله ان شاء الله الكل تمام؟ يلا كلش ممتاز. نفس البروسيجر بالضبط بس يجي الدكتور يقول لك انت لا تقص على مسافه دي لا هو يحدد المسافات في نقطه السؤال يقول لك find the spacing required قبل 8 يعني القطر قبل 8 مثل ما تعلمنا نجر خط منه نقول اي في يساوي 2 باي على 4 القطر 8 خلصنا اليمة مره يعني هذا صاحبي هذا السؤال هو صح سؤال واحد بس حينحل ثلاث مرات مره حتقص وتطلع فيو ات 0.7 1.4 1.8 from face of support وخذ هذه الارقام كل ultimate mate factor كل شيء لا تنسى دي منا لهنا نعطيك اياها. فنجي اولا كرياكشن هنا رياكشن ثابت راح يصير المنتشر في الطول زائد المركزات فاهم مسويها المنتشر في الطول زائد المركزات بعد وراح تقص على مسافه
وتطبق هالقانون، نفس القانون رياكشن ماينس دبليو في الدي. هاي ليش؟ لنفس الشكل علمتك عليه ما صار تغيير، طلع 140 وراها شو تطلع الكونكريت ويطلع اكبر السبورت اللي علمتك عليه قبل شويه. الكيس انت واحد قص عليه مسافه 1.4، اولا الرياكشن نفسه، ولكن الفيو شو راح يصير الفيو؟ قلنا احنا الرياكشن ماينس دبليو في دي هاي منتشر، شو تطرح من يمها جديده عليك؟ تطرح من يمها شنو؟ شنو المركز. هذا اختلاف يعني، هذا بس هذا رياكشن، هذا دبليو في دي تعودنا، ودبليو في المسافه مالتك 1.4، بس هذا الجديد هو المركز اللي دخل ضمن القطع، وباقي الخطوات نفسها نفسها نفسها. طبعا انا 1.2 something يا هو والله 1.8 اعتقد ما مسوي، انا اتاكد لكم اي 1.8 مسوي، انتم مسوي هذا السوري فمسوي لك 0.7 وال 1.4 هذا خذه هوم ورك، كم بتقص وشوف ايش حيصير عندك. فهذا السؤال اكرر، انت ولا اما تقص على مسافه دي باعوا للسؤال زين، انت بشيري صح ومعطيك دي بالسؤال صح اللي يدوخك، بس ما استخدمناها، استخدمناها وين؟ بس بالكونكريت هنا، بس بالقطع ما اخذناها بالقطع، واضح؟ حرام تجي السؤال سهل يعبر عليك، واضح ولا مو واضح اخواني؟ تمام؟ ان شاء الله اوكي، زين. نفس السؤال من الساحه اللي هنا، اريد القوة الخارجية ومعطيك السبيسنج، بس انتبه المرة معطيك اثنين سبيسنج، مرة 100 ملي، مرة 150 ملي، احل حلين، احل سؤالين، واختار بالاخير اقل بي التميت، اختار الاقل بالاخير، شلون؟ تعال، ناخذ اول مسافات 100 ملي، طبعا هاي فاي 8 طلع من الاي بي تعلمنا. هل نفس الشيء، كتبنا القانون العام. الكونكريت من قانونه ال 5 اس بالسبيس اللي معطيني اياه اجمعهم وقص واطلع البي التميت، شو علمتك؟ وراها اعيد نفس الخطوات بالاس حيطلع لك 2 بي التميت، وعلى ثانيه هنا ايضا من هاي وهاي شو اختار؟ اختار الاقل. فانا هاي الملزمه عباره عن هوم وركات مال ستارت اخوان، يعني استلمني السؤال الاول والثاني هوم وركات. اكو ايضا هوم ورك بهذا السبيشال كيس انت وياي عليها. الدكتور مرة تيجي يقول لك لا أبعاد لا سوالف لا بطيخ، هو يريد الأبعاد من المقطع البي والدي، تبوي هاي حالة خاصة والدكتور مطيه هوم ورك عليه ممكن تجي، فيطلب الدكتور أبعاد المقطع، يعني الدكتور هو يشيل من يمك تطلع أبعاد المقطع، شو وقت؟ شو نطلع؟ إذا طاق قال لك هاي عبارة، قال إيش قال؟ قال نو نيد فور شير انفورسمنت، يعني ما أحتاج تسليح without شير انفورسمنت، فتقول له الفيو التميت هي يساوي نصف الكونكريت. زيدا قال لك اريد المينيمم، فتقول له الالتيميت تساوي الكونكريت. زيدا قال لك اوجد لابعاد المقطع اذا علمت انه هو ماكسيموم رينفورسمنت شير رينفورسمنت، تقول له 5 5 في كونكريت. يعني شنو قصدي؟ تعال ناخذ السؤال، هذا هوم ورك مالتك طبعا. ديزاين بيم تو ويذستاند في التيميت، يقول لك صمم البيم اذا كان هالقد وصلت عليه شير. اذا علمت انه البي تساوي 0.6 من الدي، شو وقت تصمم؟ يا بثلاث حالات. الحالة الأولى without shear force، إيش قلنا إذا without في القوة مال يعني المسلط هو نفسه نصف الكونكريت، نصف 5E كونكريت، هاي الحالة الأولى. تعال نشوفها والله. في الحالة الأولى فعلاً من إجيت without shear force، شوف أنا لسه غلطان، أنا عندي لازم نقص عندي نصف مكاتبها. صح ولا لا؟ مكاتبها النصف صح. فلازم أكتب نصف مضبوط. فكاتب أنا without shear force لازم أكتب نصف. فمن هذا عندي معلوم بس اضرب فيه 10 6 3 اطبق قانون الكونكريت، انا ايش ناسي نصف مال قانون باع البي والدي بيناتهم علاقه، لان البي يساوي هو البي بالسؤال ده يقول لك 0.6 دي عوضته هنا، فصارت المعادله بدالت يا مجهول بس الدي، فطلعت البي والدي. الثاني والثالث محاله ليش؟ نفس الحل، بس شو تقول اذا مينيمم؟ تقول الالتميت المسلط نفس الكونكريت، واذا ماكسيمم 5 مرات الكونكريت. هاي هي هاي حالة خاصة، حرامات كل سهلة والله، ما يحتاج تقرأ هي، بس مجرد تتذكر هاي العبارات الثلاثة. متفقين اخواني؟ ماكو مشكلة؟ أكيد كله تمام؟ زين. السؤال الأخير هوم ورك نفس السؤال الأول. نفسه بس شنو بدون رسم؟ ليش؟ هذا هوم ورك مالتك يعني، سيملي سبورتد بيم، يعني هذا هنج رولر. 400 ب 550 400 وايد 550، يقول لي افكتيف ديبث، يعني شنو هذا؟ دي هذا اعطاك اياها. الدبليو التميت يعني منتشر على كل الجسم واعطاك كل شيء، صمم ابو العشره نفس الشيء شباب. الرياكشن دي التميت 5 اي كونكريت، طلع الفي التميت اكبر من الكونكريت، فجيت طلعت 5 اي اس اس ثيوريتيكال، والاخير طلعت الماكسيموم وكملت كل شيء. شو الحل؟ كل ما تمشي قدام ده يصغر كحل، ليش؟ يصير عندنا واضحه القصه. تعالوا اخواني، هاي الموضوع مو صعب،
يعني هذا الافكار الشائعه، هذه الفكره يعني حطيها الدكتور حسها شويه صعبه على الطلاب، انه الشكل ما ينحسب رياكشناته من الشغل العادي، لازم تحسب تروح مومنت اوف واي تطلع الرياكشن وترسم شي فورس دايجرام حتى تشوف يا هو الاكبر حتى تقرر تمشي من المسافه ايش قد دي وتقص. بس هذا السؤال لو اجاك لازم تاخذ تصميم يمين تصميم منه، ولا بس انا لو علي اخذ الرياكشن الاكبر واقص من يم على مسافه دي، فانا ايش كاتب لك؟ الرياكشن الماكسيمم هو 183 وتطبق هالقانون وراه والباقي كله 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 نفس الخطوات. اوكي اخواني، فالموضوع كله وين يخلص عندك؟ بالمنزله الاولى باول خطوات الحل، بس تشوف شنو يريد وخلص ما عندك اي مشكله. اوكي موضوع سهل كلش ما يشير، ما في تفاصيل صعبه، هاي المطالب والاشياء اللي يريدها الدكتور. اقروا زين وشوف ايش عندكم اسئله في الشيء تدللوا.